شكرا دكتور محكوب للمقدمة. صباح الخير جميعا، أهلا وسهلا فيكم. بدي أبتدي بشكر القائمين على منتدى التعليم والتعلم لدعوتهم لإلي، وكتير هذا الشيء بيشرفني، وإن شاء الله نقضي 45 دقيقة مع بعض تكون فيها هيك معلومات تفيدكم. أنا أخذت هالمعلومات من واقعي، من تجربتي، من خبراتي، وأكيد من أهم الأبحاث بمجال الصعوبات التعلمية. اليوم تركيزنا بده يكون على التعليم الفردي، تحديات وفرص. طبعاً هذه الكلمة إجت من واقع الكوفيد، جائحة الكورونا اللي عملت نوع من الثورة بعالم التعليم والتعلم، يلي خلى التعليم لفترة أكثر من سنة ونص يكون افتراضي أونلاين. فمن هالواقع بدنا نضوي شوي على شوي المعطيات. التصميم، المواضيع اللي لحقتني ولا طبعا هذا موضوع شاسع وفي كتير أشياء، وكان صعب علي نقي، فقلت بجرب قد ما بقدر أعطيكم معلومات يمكن تلاقوها جديدة أو يعني هيك تفيدكم أكثر شيء. رح نبلش بالتحديات يلي بيواجهها طلابنا بالتعليم الفردي، خاصة ذوي الصعوبات التعلمية يلي هو من اختصاصي طبعا، لأنه بدي أحكي عن مجال أنا بعرف فيه. بدنا نحكي مع التحديات بتيجي فرص طبعا، ما فينا ننكر أنه كان سيف يعني ذو حدين، من ناحية كان في تحديات ومن ناحية أتاح لنا فرص عديدة رح نحكي فيها. بعدين رح ننتقل للشق الأكثر العملي يلي ممكن يلاقوه المعلمين، وأكيد الأهل رح يلاقوه جدا مفيد بتعليمهم، يلي هي ما هي الطرق التعلمية والعلمية التي تساعد أطفالنا. يلي طبعا رح بلش بالتعليم الإكلينيكي، الكلينيكال تيتشنج، التعليم المتميز differentiated instruction. طبعا هو المصطلحات ترجمت، فإذا بتحسوا في ترجمة أدق أرجوكم ما تترددوا وتشاركوني فيها، بيسعدني هالشي. ثالثا استعمال الاستراتيجيات المدعومة بالأبحاث يلي هي الأفيدنس بيست instruction أو strategies. المتابعة في المنزل ودور الأهل بهذا الموضوع، لأنه نحن بنشتغل بعملية متكاملة، أو طاولة إذا أجر منا كانت مش موجودة بدها توقع الطاولة، بدها تنهار العملية التعلمية. وأخيرا بدنا شوي نضوي على موضوع التطور الاجتماعي العاطفي يلي كتير تأثروا بعدم وجوده أو عدم تطوره الكافي عدد كتير كبير من الطلاب. فكمان هيك حابب ضوي عليه بالآخر، لأنه بلاقيه كمان جزء جدا أساسي من التعليم الفردي. رح انتقل أكيد أنا بكوني بلبنان، وبتعرفوا لبنان نحن عنا مشاكل بالكهرباء وبالإنترنت، فهلأ بس أمنية الشبه وحيدة إنه ما تنقطع، ما يصير في عندي مشاكل تقنية ويختفي صوتي أو تروح الإنترنت يعني. يعني I'm keeping my fingers crossed يا رب. رح بلش بالتحديات يلي واجهها ونوعا ما عم بيواجهها حاليا طلابنا بالتعليم الفردي. أولا عدم تقبل بعض المعلمين لوضع الطلاب يلي عندهم صعوبات تعلمية، وهالعدم التقبل نتيجة تبنيهم لمعتقدات خاطئة هلأ رح أحكي فيها، أو عدم معرفتهم بطبيعة الصعوبات التعلمية، أو عدم اقتناعهم. يعني يمكن يخضعوا لدورات، يمكن يحكوا مع كتير مختصين بجلسات نوعا ما هيك يعطون معلومات فيها، بس ما في اقتناع، وعدم الاقتناع بيترجم طبعا بعدم التعاون مع هالأطفال بالمدارس. عفوا دكتور هاي احمد، هاي اول تحدي. عفوا دكتور احمد، ريم بتقول انها مش شايفه الشاشه عندها، فلو حضرتك ممكن تعيد يعني تقفل وتفتح الشير، رغم ان انا شايفها عندي. اوكي وهتعيد هتعيد اخر جزء السلايد الاخيره لو تكرمت. بس لحظه لاتاكد انه هيدا
أنا شايف أوكي. عفوا بس نعم، لأتأكد، لما ماشي تظهر عندي هقول لحضرتك. أتأكد إنه لأنه نعم. بس ثانية وحيدة. أوكي هو كان، خليني أسكر الشير الآخر لحتى ما خلص ماشي الحال. فإذا رح أرجع أعمل شير نعم إن شاء الله يمشي الحال. نعم هون مفروض أوكي، ما بعرف نعم إذا نعم أنا شايف كده الشاشة بتاعت حضرتك، بس أعمل اللي هو تحديات، بتقول التحديات مظبوط، نعم نعم ما تفضل. بعرف إذا الحضور، إذا الحضور شايف نفس الشيء، عم بيشوف السلايد. هم كاتبين ان احنا ان أوكي هم قادرين يشوفوها، كانت موجودة وشايفينها. عظيم عظيم اتفضل. عظيم نعم عظيم. نعم طب لكن وين بتحب عيد، من وين؟ اتفضل يا دكتور، من حيثما توقفت اوكي، او فاذا سلايد. اتفضل. اول تحدي هو عدم تقبل بعض المعلمين لوضع الطلاب للاسباب اللي ذكرتها. ثانيا لوم الطفل، بنلوم الطفل او الاهل، يعني الحق على الطفل، اذا هو ما عم بيقرا بشكل جيد الحق عليه، يمكن هو ما عم بيحط مجهود، يمكن منه جدي، او يمكن الحق على الاهل يلي هن ما عم بيعملوا المجهود المطلوب بالبيت. وانا هون بحب اخبركم قصه صغيره صارت معي شخصيا، يلي انذهلت من طريقه تفكير بعض، مش بس معلمين، مدراء اقسام. كان عندي طفل عمره 5 سنين وشوي، واجت لعندي امه، طبعا انا عندي كمان مركز بعمل تشخيص وعلاج للصعوبات التعلميه، فاجت لعندي والدته وقالت لي ابني كثير عنده زياده حركه وقله تركيز والى اخره، والمدرسه عم تشتكي. فانا قلت افضل شيء اني اروح انزل على المدرسه وراقب هالطالب بالصف، وكان هالطفل يعني اللي عمره هالصبي، وكنا بتقريبا شهر ماي يعني اواخر السنه الدراسيه، وكان بالتمهيدي يعني كي جي 3، مظبوط المصطلح هون يعني، فهون ببلشوا السنه الاولى بيتعلموا مبادئ القراءه والكتابه. فرحت راقبته بالصف، وكان الصف بكير يعني، مش انه كان بعده تعبان، كان بعده باول، كان كثير يعني رايق وذهنه تمام. وكان وقتها كان في درس عربي، قراءة عربي، وكان جدا هادي الصبي، وطلعت المعلمة على اللوح مشان يقرأ كم كلمة، وما قدر يقرأ أبدا. يعني الأحرف البسيطة ما عرفها، الكلمات من يعني بسيطة جدا ما عرفها، وكنا طبعا بأواخر السنة الدراسية. فلما جيت على الإدارة وعند المعلمة قلت لهم هالصبي أنا ما برأيي مشكلته الأساسية هي قلة التركيز، أنا شايف إنه عنده صعوبة باكتساب القراءة والكتابة. شو بتجاوبني مديرة القسم؟ وهي مدرسة جدا عريقة ومهمة وفيها عدد هائل من الطلاب. قالت لي الحق على الأهل. قلت لها كيف يعني الحق على الأهل؟ قال إيه، لأنه هن جزء من العملية التربوية، وهن لازم إذا نحن ما لقط الحرف عنا لازم يلقطوا بالبيت. فشغلة جدا لفتت لي نظري إنه كيف بدنا، كيف واحد بيقدر ياخذ ويعطي مع شخص عنده هذا التفكير للاسف. فدائما اللوم على الطفل او على الاهل او على النقطه الثالثه اللي رح اوصل لها، تبني لمعتقدات خاطئه، وهذا الشيء بعاني منه شبه يوميا باحتكاكي مع الاهل او بعض المعلمين. مثلا بيقولوا الطفل مدلل جدا، بيعبطوه اهله شو ما بده. اوكي، هذا الدلال او الغنج نحن بنسميه ممكن يسبب مشاكل سلوكية، يمكن أوكي، بس ما لح يخلي الطفل ما يكتسب القراءة، ما يعرف الحاء من الخاء مظبوط، ما يعرف يحسب، يكون مفرداته فقيرة، مش ممكن يضيع بالاتجاهات. الطفل ما بيركز، هيدي يعني عم نسمعها بشكل وبحاول قد ما بقدر اضبط اعصابي لما يقولوا طب هو ما بيركز بالصف، وهيدي كل الاعمار ما بيركز ما بيركز. طيب التركيز هو منه استيعاب، التركيز منه ذاكرة، التركيز منه تعبير، التركيز ما منه إنشاء. يعني كيف شو بدنا نحمل التركيز لنحمله؟ ومعظم الوقت يعني أكثر من 90% التركيز هي نتيجة المشكلة مش سببها. إذا طفل أو طالب ما عم بيفهم على المعلمة لأي سبب ما، بده يبطل يركز، يعني بده يلتهي باشياء ثانيه اذا الدرس الفصل صعب عليه. فهيدي بحمله التركيز شيء يعني الحقيقه اكثر ما لازم يتحمل.
عندنا كمان ظاهرة الطفل ذكي بس، ولكن يعني بيكون مثلا بيقولوا لي بعض الأهل أو بيقولوا لي معلمين ذكي جدا بالحياة، بيحفظ الأماكن، بيعرف يفوت على البلاي ستيشن، بيعرف يستعمل التليفون نحن ما بنعرف نستعمله كأهله، عنده أصحاب، بيحكي مع الكبار إلى آخره، بس ما بيعرف يقرأ. طيب أوكي، هذا الأمرين مش مربوطين ببعض، ممكن يكون عنده ذكاء اجتماعي عاطفي وما عنده ذكاء أو عنده صعوبات تعلمية، ما بيتضاربوا مع بعض. ما تحكموا عليه، يعني هاي فكرة إنه بعده صغير، عمره 5 سنين 6 سنين 7 سنين، يعني قد ايه بدنا ننطر؟ يعني في المرات هذه بسمعها من المعلمين كمان، مثلا طفل ما اكتسب ولا حرف بس عمر 6 سنين او حتى 7 سنين، وبيجوا بيقولوا للاهل بعد بكير اعطوه وقت. طب يعني انا ماني مآمن انه اذا بنعطيه وقت شو الضمان انه رح يرجع يلحق؟ طب بركي الثغره كبرت. ومرات الاهل كمان بيقول لا بعده صغير، شو عم بيتعلم هلا؟ فهيدي كمان كلها بتساهم بالمعتقدات الخاطئه. غدا بكره بينضج، بكره انا هيك كنت لما صار عمري 15 سنه لاخذت الامور بجديه، او لفت على الجامعه لصرت حلقت. فهو نفس الشيء، ابني او بنتي نفس الشيء. واخيرا بالاعاده افاده، يا ريتنا عيدناه الحضانه، يا ريتنا عيدناه التمهيدي، كان لازم عيدوا الصف الاول. يا عمي الإعادة بعمرها ما بتفيد إلا بحالات جدا 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 نادرة. الإعادة بتأذي الطفل نفسيا وما بتفيده تعلميا، وهذا طبعا موضوع كبير. رابعا، عدم تطبيق الإرشادات الموصوفة من فريق الاختصاصيين. هون حطيت هالملاحظة من حديثي، من لقاءاتي مع اختصاصيين بيروح على المدارس، وجزء منهم بقطر يمكن وبلبنان وغير أماكن، بيعطوا نصائح دقيقة جدا مكتوبة ومفصلة للمعلمين، والمعلمين ما بيطبقوها. يعني يمكن في عندهم أسبابهم، يمكن عندهم عدم الوقت، ما في وقت، يمكن ما في إيمان فيها، ما بعرف. بس إنه هيدي مشكلة ظاهرة أكيد بيعانوا منها كثير الأخصائيين يعني أو الاختصاصيين. أكيد أثر الحجر الصحي والتعليم عن بعد على نوعية استمرارية جلسات التدخل، أو نحن بنسميها جلسات العلاجية. فجأة انقطع كله هيدا، وأخذ وقت كثير طويل، ببعض الأحيان بقية السنة، خاصة أول سنة بوقت صار في جائحة كورونا. أول سنة شبه يعني معظم المتخصصين يلي بيعملوا علاج النطق او علاج حسي حركي او علاج ادراكي او شو ما كان العلاج، او جلسات نفسيه ارشاد نفسي، كله وقف لانه ما قدروا يلاقوا طريقه لبعدين للسنه الثانيه، لقدروا يلاقوا طرق يقدروا يامنوا الاستمراريه. ويمكن العدد، كنت اسمع مقابلات على التلفزيون كانوا عم بيقولوا كارثة علينا يلي عندهم صعوبات تعلمية، لأنه انحرموا من التدخل وانحرموا من العمل يعني العلاجي. وأخيرا التأثير السلبي على التطور الاجتماعي العاطفي، اللي هو يعني باختصار تطور شخصية الطفل، بناء شخصيته، بناء علاقاته مع رفقاته أو مع الكبار، مع الراشدين، اكتساب القيم يلي بنزرعها فيه إن كان بالمدرسة ولا يعني بالبيت. أكيد هيدا ما رح يتأثر، بس القيم يلي بيشوفها بالمحيط الأكبر تبعه الأوسع، إن كان عائلته الكبرى أو محيطه المدرسي أو النوادي أو إلى آخره. التطور الأخلاقي، المورال ديفلوبمنت، يعني الصح والخطأ، هيدي وين بده يتعلمه كيف إذا بده يشتغل أونلاين؟ تقديره للذات، السلف استيم، بده يكون عنده تجارب ناجحة، بده يتفاعل مع الآخرين. الذكاء العاطفي، يقدر يستعمل تعبير بيعبر فيها عن مشاعره، يتفاعل مع الآخرين، يحل نزاعات مع الآخرين. هذا كله بده احتكاك، يعني مش هين الواحد يعمل مشكل على الشاشة، يعني بده يكون بالملعب، بده يكون بالصف، بده يكون عم بياخده ويعطوا في هذا الدايمنشن، البعد الفضائي، البعد اللمس، كل هالاشياء هاي منا موجوده. فكيف بدنا نامنها؟ واكيد انحرموا عدد هائل من الطلاب، انحرموا من هالتطور. بس مع كل تحدي تجي فرص طبعا،
وما فينا ننكر انه اهم فرصه للعالم كله بشكل عام وللعالم العربي بشكل خاص كان في عنا عدم تقبل، كان في حاجز كبير لكل شيء نعتبره اونلاين، مبدا الاونلاين، التعليم الافتراضي. كنت احكي انا بدي حابب اعمل تدريب ويبينار، كانوا يقولوا لي لا 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 هيدا ما بيمشي عنا بالعالم العربي. طب بدي اعمل، كنا بالجامعه مستحيل انا اذا بدي اسافر على مؤتمر سجل محاضره ويحضروها الطلاب، بيعتبروا انه لا هيدا كثير بعيد عن واقعهم. الاطفال اكيد لا، مش ممكن الطفل يقعد ورا شاشه ويتعلم لوحده. فهيدا كله بسبب، لانه بنقول الحاجه ام الاختراع، هيدا كله خلى انه كسر هالحاجز وصرنا تالفنا مع وتصالحنا اذا بدكم، وتعرفنا للي ما بيعرف على اهميه المنصات الالكترونيه، على اهميه وفعاليه التعلم عن بعد، يلي كمان ممكن يكون له كتير حسنات. عدد كبير من الطلاب بلشوا يعتمدوا على حالهم، بلشوا يحضروا مثلا فيديوهات لمهارة معينة. أنا بحكي من أولادي اللي 8 سنين 9 سنين كانوا عم بيتعلموا، كنت عم شوفهم قواعد بالجرامر، يعني بمادة القواعد، أو أشياء بالعلوم، أو أشياء بالتاريخ والجغرافيا. في كتير فيديوهات رائعة تعلمية تربوية فدتهم، وبيعيدوها قد ما بدهم وبيستفيدوا منها. عندنا ابتكار التيلي ثيرابي يلي هي العلاج عن بعد، كمان هيدي شغلة مهمة. وأنا كوني مرشد نفسي عندي عدد من الجلسات بعملها مع أشخاص عايشين برات لبنان، البعض بالسعودية، البعض كان لفترة بكندا، أعمل جلسات إرشاد أو أرشاد أو جلسات علاجية، وأنا باخذ كمان صف البرتغالي لأنه لازم أتعلم اللغة لجدد إقامتي. وما بلاقي أحلى منها إنه أنا أتفاعل مع معلمتي، وبلاقيها شغلة جدا عملية وسهلة، وما بزعج حالي بالتنقلات والمواصلات، وخاصة هلا عندنا نحن بلبنان أزمة بنزين وأزمة محروقات واللي بدكم. فإجت أكيد كحل رائع العلاج عن بعد. فإذا هو شغلة، فكرة انطرحت وقالوا لي الأخصائيين اللي عم بيشتغلوا فيها، وأنا واحد منهم طبعا، قالوا لي عن فعاليتها بالعالم العربي. النقطة الثالثة اللي هي إشراك الأهل بجلسات العلاج لما يصير في تيلي ثيرابي أو العلاج عن بعد، لأنه الأهل بدهم يكونوا طبعا حاضنين ولدهم وحده، لأنه بدهم ينفذوا مرات تعليمات الأخصائي. فوجود الأهل بيعمل نكهة حلوة وبيخلي الأهل أكثر جزء أساسي، وهن جزء طول عمرهم، جزء الأهل جزء أساسي من العملية العلاجية التربوية. بس هيدي خلتهم يعني فرضت عليهم وكانت إلى أكثر حسنات من ما إلى سيئات. وأخيرا هيدي لفت لي نظري عليها شخص معالج حسي حركي أو علاج انشغالي بالأحرى، قال لي ما كانوا يصدقوا الأهل نقاط الضعف تبع أولادهم، إن كان سلوكيا أو معرفيا أو إشياء، يعني ما عندهم هالاستيعاب. فلما شافوا الجلسات العلاجية وصاروا يحتكوا مع المعالج وكانوا موجودين معه، اكتشفوا إنه بالفعل هيدي نقاط الضعف تبع أولادهم، يعني فتح لهم عينهم على هالشي. طبعا نقاط القوة ما في شك، إنه وجمال إنه يشوفوا تطور ولدهم من جلسة لجلسة، كمان هذا بيعطي كتير شعور حلو للأهل، وبيعطيهم إحساس إنه عندهم ثقة صار بالعلاج اللي عم بصير. أوكي، فإذا هذه هي الفرص يلي أتيحت، يمكن بعد في فرص بس حبيت ركز على أهمها. هلأ بننتقل لبعض الاستراتيجيات التربوية يلي طبعا بتلاقوها باهم المراجع التربويه بمجالنا، فحبيت شارككم ببعضها اذا ما بتعرفوها بتكون فرصه انه نحكي فيها. بنبلش بالكلينيكال تيتشنج او التعليم الاكلينيكي. بتعرفوا نحن معودين كاساتذه كمعلمين بنخطط للدرس، بنخطط للدرس، بنطبق الدرس، نعمل تقييم للطالب، ويمكن نرجع ناخذ بعين الاعتبار بعض الصعوبات ونرجع نخطط من اول وجديد. فالتعليم الاكلينيكي بيقلب شوي المعادله، بيعطيها نكهه مختلفه ونكهه مفيده اكثر.
لأنه بتربط أولا التعليم بمهارات وقدرات ومنقول الريدنس، يعني بقديش الطالب مهيأ، جهوزية، الكلمة عم فتش عليها، جهوزية الطالب ومستواه بكل المهارات. وكتير لين، كتير عنده مرونة، كتير يعني ما منه هيك متحجر ملزومين فيه، بالعكس يعني في مجال نغير بأي وقت، وبيتطلب أخذ قرارات بشكل مستمر ويمكن تطبيقه وين ما كان، بالبيت وبالمدرسة بجلسات العلاج، وين يعني بكل السياقات بكل الكونتكست التربوية فيه يتطبق. إذا منشوف هالحلقة وهي مأخوذة عن هون الأساسية باللغة الإنجليزية، حطيت اثنين يمكن ترجعوا فيكم تشوفوها بعدين إذا حبيتوا. منبلش بالتقييم رقم واحد، علما أنه هيدا يعني دائرة سايكل، يعني وين متبلشوا يمكن مش هي الأساس، بس أكيد تقييم شو؟ تقييم احتياجات وجهوزية الولد، شو هي المعلومات اللي بيعرفها واللي يمكن ناقصته، يعني prerequisite skills، المهارات المطلوبة للقيام بمهمة معينة. ولا رح نعمل مثل ما تخاف ومش رح يكون نظري على أساسه، هذا ممكن يكون بشكل عفوي خلال الدرس، أو بنعمل له اختبار صغير بنشوف وين مستوى الطالب بهالمهارات. بنخطط الدرس على أساس جهوزية هالطالب، بنطبق الدرس طبعاً، بنعمل له اختبار لنشوف قديش اكتسب من هالمهارات، وين مستواه، بنشوف اذا محتاج لتعديل. تعديل شو؟ التقييم، يعني اذا لازم نعدل شيء، لازم نزيد شيء، نضيف شيء، لازم ننقص الى اخره، بنرجع من عيد التقييم من اول وجديد، بنرجع بنخطط للدرس القادم. اوكي، فهيدا هو التعليم الكلينيكي. ان شاء الله يكون واضح. خلينا ناخذ مثال. ريم أخفقت بحل مسألة رياضيات word problem، يعني فيها وصف كلام مش بس أرقام، مسألة يعني. أوكي، ما بعرف إذا الترجمة دقيقة. لاحظت مدرستها إنه ريم بتقدر تقرأ المسألة، بتقدر تقوم بالعمليات الحسابية، بتقدر تجمع تضرب تطرح إلى آخره، بس ما عم تقدر تتصور ذهنيا شو هي النقاط المطلوبة لتقدر تعمل هالعملية الحسابية. يعني ضايعة هالبنت، بتقدر تقرا العمل كله بس ضايعه، كيف بتطبق، كيف يعني. فلاحظت المعلمه الاكلينيكيه اللي هي مدربه بهذه الطريقه التفكير انه عندها صعوبه ريم بتحليل البصري الفضائي والتوجهات. التحليل البصري يعني مثل بازل، مثل تميز تروح شمال يمين فوق تحت، تقدير المساحه. ولاحظت انه كثير بتضيع طريقه هي رايحه على المدرسة أو راح عند صاحباتها رفقاتها أو على المول، أو بتضيع بالطريق لأنه عندها صعوبة بالتوجه بالorientation. فقررت أنه أخذت المعلمة هالصعوبة بعين الاعتبار، وقررت تعمل لها تمارين مركزة على التوجه الفضائي. في كتير تمارين ممكن تلاقوها أونلاين، ممكن نسأل الأخصائي الانشغالي أو الحس الحركي يعطينا هاي التمارين لندعم هالمهارة اللي هي فيها ضعف فيها، وبنرجع بنعمل تقييم وبنرجع نعمل تخطيط للمسألة الرياضيات، بس بشكل يمكن تحتاج لوسائل حسية تقدر تساعدها. وهلا رح أعطيكم شوية أمثلة عن الوسائل، كله حب أعطيكم إياها حتى تكون الصورة توصلكم بشكل كامل. ثاني استراتيجية بحب أحكيكم عنها، يلي هي طبعاً هو عالم كبير بس رح أعطي هيك فكرة شوية عنه، يلي هو التعليم المتميز أو differentiated instruction، يلي فيكم تعتبروه نوع من التطبيق للclinical teaching، وجه من أوجه الclinical teaching، يلي بياخد بعين الاعتبار لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع. وهيدي خطأ بيرتكبه عدد كبير من المعلمين أو حتى الأهل. يعني مثلاً لما المعلم يحكي 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 بالصف لنص ساعة، ثلاثة أرباع الساعة، وبيتوقع كل الطلاب يركزوا معه ويستوعبوا معه، وإذا ما ركزوا معه بيتضايق بيعصب. طب يا عمي ما كل الطلاب سمعيين، في بعض الطلاب معظمهم يمكن بصريين أو بيحبوا يلمسوا أو بيحبوا يتفاعلوا، يعني أو ما كل الطلاب بنفس المستوى باللغوي او المعرفي او التركيز، ما فينا نقول انه هيك لازم الكل يتعلم. هيدا خطأ فادح.
وطبيعة الحال انه بفصولنا بصفوفنا في طلاب من جميع الانماط والشخصيات والقدرات والجهود، يعني بكل شيء في مختلفين طبعا. فلازم نعاملهم وفقا لقدراتهم واهتماماتهم واسلوبهم بالتعلم. اوكي؟ فطبعا التعليم المتميز بياخذ هذه الفروقات بجميع مراحل التعليم، يعني من التخطيط للشرح للتطبيق للاختبار للتصحيح لكل هالامور هاي لازم ياخذها بعين الاعتبار. وحابب اعطيكم هيك امثله مهضومه، هون دكتور محبوب بده يساعدني شوي لانه لا يعطيني اجوبتكم. خلينا نبلش بهول هيك التمارين، مثل لاحظتوا هذه بسموها ادراك بصري، يعني انا بشوف صوره، الحس البصري عندي بيوصل لي اياها لذهني، بس مش يعني رح افهمها مثل اي شخص تاني. مثلا عندنا هاي اول صوره هون، اوكي، هي ثلاث وجوه، ما بعرف اذا قدرتوا تشوفون هالثلاث وجوه، قولوا لي شو شفتوا او اول شيء بين معكم. بما ان مع حضرتك سمعني انا الوحيد ومش اي سامع بقيه المشاركين، هم بيقدروا يكتبوا، فكاتبين رجل الخيار وامراه، تمام، ورجل بشارب، رجل له اها شارب، صح، اها، برافو، صح، تمام، عظيم، هذه اه عرفتوها. ثلاثة وجوه، ثلاث وجوه، ما هي في هون الرجل، شو قلت؟ الراجل، اه الرجل، الرجل اه الرجل، الرجل اه الرجل عم الرجل ترجم، صح، للمصري، الرجل اه يلي عنده شارب، يعني هون نعم واضح هيدا نعم تمه وهيدا نعم منخار انفه نعم وهيدا القبعة البيرية اللي لابسها. في نعم عنا سيدة نعم مبين شعرها من الخلف، وهيدا نعم عينتها وهيدي عينها وهيدا دقنها نعم ورقبتها. وعنا ست عجوز نعم مبينة هيك، ست عجوز هون، هاي عينها، أولى تانية أنفها دقنها نعم وتمها. أوكي، نعم هاي ست عجوز. فثلاث أشخاص هون. في كلمة أول شيء بتشوفوه هو شو؟ طبعا شخص لابس نظارات، مش هيك؟ بس هي كمان إذا بتركزوا شوي في كلمة بالإنجليزي لاير، يعني كاذب. إذا بس كيف تكون تشوفوها، بتكون شوي تقلبوا راسكم هيك لتبين معكم. شفتوها؟ يس بينت معكم. طبعا هي ما بتظهر دغري، بده الواحد اوكي ينظر لها من ناحية مختلفة. بعض واضح؟ الاراء في الشات كاتبين الحضور الكريم ترو وحقيقي ونعم صح؟ في حدا ما شافها؟ في حدا عنده صعوبة يشوفها؟ بفتكر لا. آخر وحدة عنا، عنا صورتين، عنا صورة موسيقي، شخص عم يلعب آلة موسيقية، بدكم أنتم تقولوا لي شو هي، أو وجه فتاة، شو بينوا معكم؟ شو الآلة اللي عم بيلعبها هالشخص؟ ساكسفون. ساكسفون، برافو، أكيد، يحو، هيدا هو، ذكر وهيدا ثلاث الساكسفون، مرات. وعم نشوفه بروفايل، عم نشوفه بال واضح. يعني، أو هون، وجه سيدي، هذا أنفع عيونه إلى آخره، دقنه. فإذا ما في شك إنه كل إنسان بيشوف المحتوى بشكل مختلف، هذا بصريا، بس كمان لغويا. وهون رح أعطيكم مثل تاني. هون مثل بيقول في كلمات، مجموعة كلمات مفروض مترابطة، مفروض بالنحو والصرف سليمين، بس مش سهل نفهمهم. يعني في كلمة هون ناقصة، قولوا لي شو ممكن تكون هذه الكلمة؟ يعني أكيد مش رح تلاقوا هالتمرين سهل، لأنه كلمات كلمات كلمات، وبرضه المعنى مش سهل إنه تلقطوه. أكيد رح تلقطوا مع التفكير ومع المراجعة، رح ترجعوا تلاقوا الكلمة، بس بأول وهلة كلمات، يعني صف كلمات، كأنه سياسي بإيجاد. عم يحكي عنه، كأنه حدا بالسياسة عم بيحكي 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 وما بنفهم شو عم بيقول. شو رأيكم؟ الأستاذة سامية قالت لي إيجاد، لي إيجاد، أوكي، وزميل أو زميلة أخرى قال لي إيجاد كذلك. لي إيجاد، يعني اللام زادت نعم لام، نعم حرف الأستاذة اللام، ميرفت قالت لا. لا يعني أوكي، لا نعم، وكتبت لي إيجاد بعد كده. بعد حد ما تاني في كتب التي تساعد على، وما لا لازم كلمة واحدة، لازم ممنوع أكثر، كلمة واحدة، هو الذي يساعد طبعا أكيد استاذه من صح، بس خلينا نقول كلمة واحدة، إذا بنختصرها بكلمة أو حرف شو بتحطوا؟ في تساعد والى ولام وواو وفي وحرف الواو كذلك.
اوكي، هلا دكتور أحمد؟ الجواب الصح هو عبر ما حدا قاله، عبر ايجاد نمط متكرر في التصميم. لما قلت عبر يمكن عدد منكم قال اه مزبوط، ايه صح عبر. فليه ما كانت سهله علينا؟ لانه صحيح في كلمات وكلمات كلها واضحه، ما في كلمه صعبه، بس ادراكها ما كان سهل، ربطها ببعض بشكل له معنى ما كان سهل. فاذا مثل النكته، بنخبر نكتة البعض ما بيفهمها، مع أنه الكلمات تبعيتها واضحة، بس في استنباط أو في قراءة، يعني استنتاج أو شيء، وهذا ما راح يكون سهل لكل الطلاب، يعني إذا عم نحكي عن الناس أو الطلاب بشكل عام، في حد بشكل كمان يا الطلاب دكتور بشكل خاص. أحمد، في حد كمان قال نفس المعنى بتاع عبرة، كتب أو من خلال. صحيح، بس نحن كان الشرط كلمة واحدة، أكيد نعم. يلي جوابك 100% سليم. لو بعطيك فرصة أكثر، كنت أكثر من كلمة أكيد كان بيطلع صح. شكرا لمشاركتكم. طيب هلا التلميحات يلي ممكن نعطيها، أنا عندي مثلين، طبعا هيدا عالمين يعني إذا بدكم، بس حبيت أعطي ولو هيك صورة. هون عندنا الخريطة الذهنية بنسميها، أو الجرافيك أورجنايزر. أنا شخصيا كثير بتفيدني إذا بدي استعملها، أكيد إذا عندي نص بدي أحفظه، نص هيك تقني علمي دقيق وفي له تفاصيل. كل إنسان عنده طريقته، بس هيدي الطريقة جدا حلوة لأنه بصرية وشاملة. وبتلاحظوا مثلا هون مبدأ التخطيط، كيف مقسم أهداف، إجراءات، مسائل، صعوبات، متطلباته، مبادئه، وكله بيتشعب إلى آخره. بتصير الواحد قدامه خريطة، وهذا رائع إذا عنده مذاكرة لامتحان أو شيء. وطبعا في عدة أنواع خرائط ذهنية، بس هاي خريطة كمان بتساعد كتير للتعبير الكتابي. ما بقدر لكم بالعصف الذهني بيقدر الواحد ياخد فكرة ويشعبها يشعبها يشعبها، بعدين يجمع هالمعلومات ويكتبها بنص. كتير مهم، لأنه واحدة من الصعوبات يلي بنلاقيها بالتعبير هي الأفكار، ونقدر إن يعني نقدر إن نعطي افكار، نخلق افكار وبطلاقه. هيدي منا سهله، فالخريطه الذهنيه كثير بتساعد. هلا اخذت مثل بالرياضيات، يعني اعذروني اذا بالانجليزي بس رح ترجمه، بس لانه ما لقيت شيء بهالدقه بالعربي. مثلا في مساله رياضيات معينه، لنقول في قميص حقه 50 دينار وعليه خصم 25%، قد ايه بيطلع حقه بالاخر؟ قد ايه لازم ندفع؟ مثلا فينا هون نشتغل مع رفيق بالصف، نقدر يعني العمل التعاوني ممكن يفيد. هون في المعلم يحط الاحتمالات لأي عملية حسابية تستعمل بهالمسألة، وإذا عرفت الجواب بدي أقول ليه عرفته، يعني لازم أفكر بيه كمان، روح وراء، يعني ما وراء التفكير، الميتا كوجنيتيف ابيليتي، انه انا عرفته بس بدي اعرف ليه عرفته، بدي يكون يعني عندي علم بهذا الموضوع، انا شو اللي خلاني اعرف انه بده جمع او طرح او قسمه او الى اخره. ولازم احط جوابي بشكل واضح لاقدر انا يعني عم فكر كانه على صوت عالي، وهذا جدا بفيد لحل مسائل شبيهه. مشان هيك لما بتسمعوا كثير طلاب بيقولوا درسناهم بالبيت وعدنا لهم ودرس ودرس، واجى على الامتحان ما بيعرف شيء، اخفق بالامتحان لانه ما عنده استراتيجيه مانا واضحه. هو حفظ استراتيجيه لمساله معينه، بس ما بيقدر يعممها لمسائل تانية. هذه هي الطريقه الوحيده اللي فينا نعمم. هلا عندنا استراتيجيه المعرفيه، وهون كيف الوقت دكتور محبوب؟ ماشي حالي بالوقت؟ قديش عندي بعد وقت لحتى ما استرسل كتير؟ أكيد أكيد يا دكتور، كويس والله، ماشي وين ماشي الحال وين سبوتد ماشي حضرتك الحال. كده. فاضل لك يا دكتور، فاضل لك في حدود 13 دقيقة، عظيم الواجب عظيم، حضرتك تخلص على يلا 10:34 يبدأوا يروحوا للبريك اوت رومز. اتفضل. عظيم عظيم. لكن هون استراتيجيات المعرفية يلي فيها طريقة تفكير، قبل كانت استراتيجيات هي مثل أكثر تلميحات، نحن بنسميها تلميحات. طبعا استراتيجية المسألة والهدف فيها يمكن بتدمج أكثر من استراتيجية، بس الهدف فيها هي التلميحات. هون نجي لطرق تعلمية رائعة، خاصة
لتحضير لامتحان بده يحفظ، او لمساله معينه مثلا بالرياضيات او بالتطبيق قاعده الى اخره. هلا رح احكي لكم عنها. الاس كيو 3 ار يلي هي بالانجليزي بتعني سيرفي كويستشن ريد ريسايت ريفيو، طبعا نحن بهمنا شو يعني بالعربي. سيرفي متى عندي درس، انا لنقول درس جغرافيا عندي فصل تشابتر كبير، انا بعمل له رصد او نظره شموليه، يعني بتطلع على تقسيمه، بعمل له مخطط لاشوف شو تفاصيله كلها. هذه كثير مهمه خاصه بالمراجعه. ثانيا بتساءل، تساءل يعني بعرض المعلومات كسؤال، يعني مثلا شو مساحه دوله قطر، شو تعد قطر جغرافيا، هل هي جزيره، هل هي شبه جزيره، هل هي ارخبيل، هل هي الى اخره، شو عدد سكانها، شو يعني اسئله. وبيجي على القراءه بفتش على الاجوبه لها، يمكن لاقي اجوبه، يمكن لاسئلتي يمكن ما لاقي، يعني دليل انه منا بالدرس. بعدين بسمع، بسمع يعني بدي اتاكد اني انا، نحن بنقول سمعت الدرس، يعني عدت المعلومه، لانه ما ممكن انه لما فتش على الجواب بدي اقوله على صوت عالي، لكن مساحه قطر هالقد. مين بيعرف مساحه قطر؟ انا ما بعرفها، اكيد اصغر من لبنان. شو المساحه بالكيلومتر المربع؟ حدا بيعرف هيك يقلنا بسرعه، يلا حتى ما بانتظار اجوبتكم. الأجوبة أكبر من لبنان. لا قطر اكبر من لبنان، هيدا فكرت قطر اصغر. ليه؟ البحرين اصغر من لبنان عفوا، لكن قطر اكبر من لبنان. اوكي. نحن 10,000 كيلومتر مربع، 11,500 اه اوكي شوي، يعني بلد أخرى. ب 1000 كيلو، ب 1000 كيلومتر بسيطه. فاذا انا بقول لكن ها مساحه قطر هالقد بعيده، ويعني بتاكد. وبعدين بعمل مراجعه للدرس كله، بس المراجعه بدها تكون عشوائيه، يعني ما بياخذ الدرس بالتسلسل، لانه الامتحان ما بيجي بالتسلسل، بيجي عشوائي. الاسئله بتكون يعني مش منظمه، فباخذ من اول الدرس، من اخر الدرس، من نص الدرس، باخذ كلمات وبحطها بالتصميم، بالاوتلاين، بشوف وين موجوده، لانه هيدي يكون عم بنعش تذكري للمعلومات. مشان هيك الموسيقيين يلي عندهم حفله موسيقى، مثلا عزف على البيانو، بتلاقيهم لما بدهم يتمرنوا على يحضروا الحفله، ما بيعزفوا القطعه من اولها لاخرها، اولها لاخرها، هذه طريقه جدا خطا، بياخذوها من نصها، من ربعها، من اخرها، من اول، بيشوفوا بفوتوا عليها من عده محلات لحتى يتاكدوا انه وين ما فاتوا عليها هن مرتاحين باسترجاعها. مشان هيك كثير خطر انه نعيد مثلا محفوظات او نعيد شيء قبل الامتحان راسا، لانه بيعلق بالذاكره الفوريه، والذاكره الفوريه طبعا ضعيفه. وهذه الاس كيو 3 ار طريقه حلوه للدرس، لانه مبنيه على مبادئ معرفيه يلي هي اهميه التنظيم عبر التصميم، اهميه التفصيل، يعني لما ناخذ ونعطي ونتفاعل مع الدرس، نسال ونجاوب، نسال ونجاوب، واكيد اهميه المراجعه، ما ممكن نحفظ اذا ما راجعنا، اذا ما كررنا. فهيدا يعني كلها مبادئ علميه. عندنا بعدين احمد فاضل 8 دقائق او 7 دقائق. طيب رح اجي على ال رح اوكي رح جرب اختصر، لانه بدي اعطي فيديو حقه. عندنا المساءله الذاتيه يلي هي عندنا يمكن تقولوا لي اكبر مشكله بتواجه اطفالنا، بياخذوا مثلا عمل او بياخذوا نص او بياخذوا شيء وفي اسئله، شو اول شيء بيقولوه؟ ما فهمت، ما فهمت، ما بعرف، ما فهمت. هيدي هالاتكاليه، هالاستسلام، انه انا بدي حدا يفسر لي، بدي، هيدي مشكله كثير كبيره ومشكله عالميه يمكن، واكيد بكل مدرسه وبكل بيت موجوده. نحن بدنا نعطي اولادنا، اطفالنا، طريقه يعملوا مساءله ذاتيه، مثلا شو اللي بعرفه لاقوم بهالمهمه؟ شو بينقصني لاعمله؟ كيف بملا هالنقص؟ هل بدي راجع قاعده؟ هل بدي استفسر؟ هل بعمل بحث بجوجل او بفتح كتابي؟ بقوم بالمهمة وبعمل تقييم للمهمة. رح أعطيكم مثل صغير.
مثلا بفرض الإملاء ترددت بكيف بدي اكتب زيتون، هل بكتبها معنون بالآخر ولا تنوين؟ فأنا بعرف القاعدة برجعها، طب هيدي كيف بكتبها؟ قاعدة الكلمة اللي بتخلص بتون، هل هي جزء من الكلمة؟ إنه إن ولا هي تنوين؟ برجعها، براجع القاعدة وبفكر بأمثلة، براجعها ذهنيا لأتأكد، بكتب الكلمة بطريقتين، مثلا زيتون وزيتون مع التنوين. بقول لا، مبين تاني وحدة هي المضبوطة، شكلها مضبوطة. وإذا ما كنت أكيد طبعا في راجع القاعدة، في أسأل حدا، فبعمل تقييم ذاتي، وهيك بكون عندي نوع من الاستقلالية بتعلمي. على القليلة إذا بنوصل ل 70% 80% نعمة، نعمة كريم. أوكي، ولا هل ما فهمت، ما بعرف، ما ساعدوني. هلا بنكمل. ضروري جدا انه بعض المهارات تعلم بشكل مباشر في اشياء مثل، خاصه اللي عندهم صعوبات، عبر التلقين المباشر، لانه تعد مهارات اساسيه ومطلوبه لمهارات اخرى، مثلا قواعد الاملاء، كيف نموذج لحل مسائل، نموذج لكيف نكتب، الخط، هالامور. يعني مثلا اكيد الحروف الابجديه ما معقول انه بنعرفها 70% او 80%، هاي بدنا نكون نعلمها بشكل مباشر، وكمان بدنا نعرفها بماستري، يعني باستيعاب كلي. لنقول جمع وطرح وضرب برقم رقمين، هو اللي لازم يعرفهم الطفل بشكل يعني كانه طبيعته الثانيه، لانه مش ممكن انه يغلط فيها الاول، لما ما بيقدر يعمل مهارات ثانيه. تصريف الافعال بالماضي والمضارع، هذا اقل شيء. جمع المذكر السالم اقل شيء. يمكن ما كثير ضروري نعرف بالتفاصيل، مثلا كيف بنصرف العدد، مثلا اكلت احدى و لا مش اكلت مش اكلت 21 تفاحه، مثلا دفعت اكثر، دفعت 153 دينارا ولا وثلاثة يعني هول منهم سهلين، بس انه ماشي الحال اذا ما بعرفهم بشكل كامل، يعني او بشكل يعني تملك كلي. بس في اشياء اساسيه لازم نميز بين الاشياء الجدا اساسيه والاقل اهميه، اللي فينا نعطيها 50% ل 70% اكتساب. فبدكم تكونوا كثير دقيقين على هذا الموضوع. بدي انتقل، لانه حتى ما يدهمنا الوقت، لانه في فيديو صغير بدي نشوفه مع بعض. البرامج، اهم شيء استعمال استراتيجيات والبرامج المدعومه بالابحاث. يعني نحن بشغلنا بنعطي طريقه، بنعطي استراتيجيه، بنعطي، بنقول انه هي هيئتها شكلها مفيد. يعني عندنا هيك راي بنحبها او ما بنحبها، ويمكن ما بنعرف نستعملها بشكل جيد، مثل وصفه الطعام، اذا ما بنطبقها بحذافيرها ما بتنجح الطبخه، صح؟ ومرات تفصيل صغير، مرات بهار معين، مرات لازم نشيل نخبزه 5 دقائق اضافيه، او نريحه 10 دقائق او نص ساعه، بيعمل فرق كبير بنكهه الطبخه. فنفس الشيء البرامج العلاجيه خاصه، هي مسؤوليه كثير لاولادنا. انا كيف بدي اعرف اذا برنامج مثلا مثل حروفي الاولى اللي عملته زوجتي كاتيا حزوري، اللي هي كانت تلميذتي وعملت هذا البرنامج، لانه حست انه في نقص بعلاج الصعوبات التعلميه بالعربي، ما عندنا برامج ابدا، فاخذت هذا البرنامج، عملت يعني هي اخذت مبادئ اورتون جيلينغهام لعلاج الديسلكسيا وعملت تطبيق بالعربي. طب انا كيف بدي اعرف انه في مصداقيه، يعني على اي اساس بدي احكم؟ هذا البرنامج لازم ينعمل عليه ابحاث، يعني على طلاب حقيقيين، ونشوف فعاليته، وتكون هالابحاث بمجلات يعني محكمه، ممكن تكون محليه، عالميه، عربيه، مش مهم، بس تكون محكمه. فهيدي اهم شيء، اي استراتيجيه حدا بيقول لنا استعملوها، بدي اتاكد انه في اثبات علمي منشور انه هيدا البحث بفيد. اذا عندنا، وهودي البحثين يلي انعملوا عليه لهالبني، في بحث ثالث بس ما حطيته لانه هو جزء من مؤتمر، بس حطيت هول، هذا ابحاث موجوده عليه للبرنامج، وهيدا اللينك فينا نحضره نشاهده ولو نصه لتاخذوا فكره عنه اذا حبيتوا. كيف بدنا نعمل دكتور محبوب لنفوت عليه للينك؟ ممكن تحطه في الشات حضرتك؟ اي ممكن، يلا بس لأطلع منه. يلا
روح على تشات وبحطه هون وبفتحه، ما هيك بفتحه من عندي. اوكي بفتحه من عندي، لكن بدي اعمل شير للساوند. ريكوردر جرب كده او شير ادفع. ساوند. نعم. يلا رح وقف ال ورح شوف طبعا وين فتح. يلا عم بيفتح ان شاء استاذ الله. ريم، لو تساعدينا. يلا وانا فتح عندي هون، رح شارك هلا سكرين، نعم نعم رح تفضل. ارجع شارك بالفيديو نعم يلي هو هون. بس ثاني يلا قولوا لي اذا عم تسمعوا. الدسلكسيا باللغة نعم العربية هو البرنامج الأول من نوعه بالعربية. محطوط فيها أي مواد سامة. عندنا كمان لوحة الأصوات. معظم مشاكل الإملاء هي بالأحرف المتشابهة أو بالأصوات الطويلة والقصيرة. لوحة الأصوات بتعتمد على شكل التم وعلى حركات الإيدين. عندنا كمان الحروف النافرة اللي هي بتعتمد على نفس طريقة الألوان. هيدا الحرف نافر، الولد بيحسه، بيلمسه، بيعرف من وين بيتصل، بيعرف كم شكل إله، وهيدا بيساعده لحتى يحرك شوي الذاكرة الحسية والحركية عنده. عندنا كمان لوح مغناطيسي وخمس مجموعات من الحروف المغناطيسية بحسب موقعها بالكلمة. عندنا مثلا اللون الأصفر هو للشكل الأساسي، اللون الأحمر هو لأول الكلمة، اللون البني هو لنص الكلمة، واللون الأخضر هو لآخر الكلمة. عندنا كل الأصوات الطويلة والقصيرة بأشكالها موجودة باللون الأزرق. مثلا هيدي الكلمة بتصير كتاب، فالتلميذ بعد ما يسمعها ويقطعها بيدور على الأشكال الصحيحة وبيقدر يركب هيدي الكلمة. طبعا الحروف هيدي إلى نفس الملمس على الميلتين لحتى تعطيني أنا انتباه إذا التلميذ عنده مشكلة بقلب الحروف أو لا، وإذا عنده مشكلة بقلب الحروف تتعالج بشكل علاجي. فبهالطريقة عفوا دكتور أحمد، واجب نبدأ البريك أوت رومز في خلال دقيقتين. يلا في حروف بتتصل. بالإضافة لهيدي المجموعة عندنا كمان بطاقات الأصوات اللي بتعتمد على نفس الرسوم الموجودة بالكتاب وباللوحة. وآخر شيء عندنا دليل المعلم اللي هو كتير مفصل، اللي هو بيعتمد كمان على الألوان، فكل شيء بدها تقوله المعلمة مكتوب باللون الأصلي الأزرق. وعندنا كتاب التلميذ. طبعا هيدا الكتاب تراكمي بيعتمد على الحواس وبيعتمد على التقطيع، فبيجي لعنا التلميذ بيكون بالكاد بيعرف يكتب اسمه. بنبلش معه بطريقة كتير مبسطة وبينتهي فيه الأمر إنه بيقدر يقرأ مقاطع
وكلمات صعبة تعد صعبة، وهو أوكي. بيكون بعده ممكن يكون بالصف الأول. لح وقف لأن لحتى دكتور الحضور طالبين البرزنتيشن، خلينا بقى نتكلم في النقطة دي بعد ما نخرج من البريك اوت روم. تمام، اتفضل حضرتك. نعم برزنتيشن أوكي. هلا شو بنعمل؟ بريك اوت روم؟ احنا جاهزين كده يا استاذ ريم. شو بتريد اعمل؟ بس اللي وجهني الواجب استاذ ريم كده، اتفضل مستنيك. اوكي شكرا شكرا دكتور. قبل ما نبدا راح ابعت انا انقطع الصوت. رح شوف الشات. كده استاذ ريم بعتت البادلت. اوكي فشل الحال. تفضل. ممكن دكتور احمد لو سمحت تستعرض البادلت وتشرح فكرتها لو سمحت. شكرا. اوكي استعرض البادلت، يعني بدنا نفوت على هون الاسئله اللي فيها الستوري. هو موجود عندك يا دكتور في الشات، بعتته استاذ ريم في الشات. صح صح. هلا بدي اعمل، مش عم شارك، طلع عندكم البادلت ولا لا؟ نوت يت. نوت يت اوكي، لكن افتح من محل ثاني. يلا هون اوكي. هيدا البادلت في عنا نعم يس خمس اسئله نقاشيه. اول في خرافه كثير ان شاء الله تعجبكم، انا متحمس بقولها كثير حلوه بس ان شاء الله تعجبكم، عن مدرسه جديده للحيوانات. وهيدي عليها سؤال يلي هو كيف تساهم هذه القصة في مفهوم لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع. فإذا هاي القصة فيكم تقروها، هي عبارة عن صفحة حلوة إن شاء الله تعجبكم. تاني سؤال، بتحبوا أقرأ الأسئلة ولا هول هني؟ يعني عنا خمس أسئلة بتمنى عليكم تجيبون عليهم بالبادلت. أوكي متاح لكم تجاوبوا وتتناقشوا أو تعملوا أي اقتراحات، تقولوا أي اقتراحات. ما بعرف إذا في أي استفسار لشيء. هو اللي هن الخمس أسئلة مبلشين من الخرافة لأسئلة أقصر، وكلها لها علاقة بموضوعنا اليوم. حضرتك هتبقى حابب يا دكتور الحضور يكتبوا إجاباتهم على الخمس أسئلة بقدر الإمكان؟ يا ريت يا ريت، إذا عندكم وقت أو بتختاروا سؤال وبتفوتوا وبتحكوا عنه يعني بالتفصيل، أو إذا عندكم وقت لسؤالين أو ثلاثة قد ما بتقدروا بهالوقت المتاح. لنا 4 دقائق. يلا. تحب أقول لحضرتك بعض التساؤلات اللي أنا شفتها؟ أكيد. أوكي. فاكر حضرتك لما عرضت ال 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 اللي هي الكونسبت ماب، خريطة المفاهيم؟ في حد هنا اتكلم على، قال طرح سؤال ما دور أخصائي المدرسة في مساندة الطلبة للتغلب على هذه التحديات، خاصة لو كان الرأي ده طالع من المدير ومن المعلمين. فهنا بينوه لدور أخصائي اللي هو أخصائي الدعم أو السبيشال نيد كونسلر. ده نعم. السؤال الأولاني. تحب أقول لك عندي 3 أسئلة، تحب أقول لك السؤال الثاني؟ يا ريت تفضل. السؤال الثاني بيقول برضو تدريس السياق أهم من تدريس المفردات بمعزل عن السياق. ده تعليق الثاني. بس ما حكينا عن موضوع كيف تدريس المفردات، ما نحكى عنه. ما يمكن كان 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 هايلايتنج أهمية الكونتكست. تمام؟ اي ما اكيد انا ما، بس انه ما حكيت عن هالموضوع اللي هو حابب نحكي عنه يعني او نعلق عنه. ماشي. هو حط تعليق فقط. تمام. اي ما اكيد ده ما حكينا عن تعليم المفردات، ما جبنا سيره كيف تعلم المفردات. نعم. بعد كده حد قال نقطه مهمه قوي اللي هو ماذا عن تدريس الطلبه ذوي التوحد، بس كان كاتب بالانجلش خصوصا. مش مجالي. ما في احكي عنه، مش مجالي ابدا، مش اختصاصي. اوكي هم دقيقتين، 3 نقاط اللي طلعوا اللي ظهروا قدامي. اتفضل. يعني اوكي نتواصل مع اكيد. كيف حدا بعت لي رساله اكيد، كيف بدي اعطي في شخص بعت لي اكيد. بجاوب هلا. اتفضل. بعطي رقم، شو بعطيهم؟ بعطي ايميل. الإيميل. الإيميل
اوكي وصل، بفتكر وصل. او للجميع، بحبوا للجميع تفضل. للتواصل. قول إذا أحببتم التواصل معي. أوكي هلأ، لكن بتطرق للأسئلة اللي طرحوها الزملاء نعم في الحضور. أوكي، وإن شاء الله أقدر هيك أكمل باللي كنت عم بلش فيه. طيب، لكن أول سؤال قلتوا لي إياه حبيته إنه نحكي عنه، هو ما دور الأخصائي المدرسي، وخاصة إذا كان وجوده أو مثل ما فهمت إنه المدير هو اللي عم بيقول يا ريت بيلعب دور، يعني هيك فهمت منك إنه مطلوب من الأخصائي المدرسي بإيعاز من المدير نعم إنه كيف يساعد المعلمين. أكيد الأخصائي المدرسي دوره أو دوره كتير مهم. نعم أول شيء، أول نقطة، ما فينا نشتغل على الصعوبات التعلمية إذا ما كان في تفاهم ومعلومات واضحة عن ماهية الصعوبات التعلمية. فأول شيء بيعمله هو يوضح لهم ويعطيهم هيك نوع من جلسات، مثل معلومات عامة مفصلة، عن مش بس كيف طريقة الصعوبات، كيف بيفكروا، كيف بيتصرفوا، وكيف بيتفاعلوا، شو التحديات، وكيف نواجه التحديات. وطبعا يذلل الخوف يلي عنده اياه المعلم لما يكون عنده تلميذ عنده صعوبات تعلميه، لانه بصراحه انا سمعت بتجربتي في البعض بيستغرب انه يمكن هول اللي عندهم صعوبات تعلميه كيف شكلهم، يعني هالقد وصلوا لعدم معرفتهم بماهيه الصعوبات التعلميه. فلازم نوصل هاي الفكره. رول اكاديمي سكول كونسلر، اوكي الكونسلر، فالكونسلر اكيد بيقدر يلعب هالدور، لانه الكونسلر مفترض منه انه يكون بيعرف شو هي الصعوبات، وبيعرف الناحيه النفسيه والناحيه السلوكيه كيف بيتفاعلوا، اللي هي اهم من كيف بيلقط الحرف وكيف بيعمل مساله الرياضيات. كيف هو هالولد عنده صعوبه بالتحفيز، كيف هالولد عنده خوف، عنده نقص بتقديره لذاته، عنده قلق، عنده كل هالامور هاي، ما بيعرف يدرس، ما بيعرف يتصرف، يمكن عنده مشاكل سلوكيه لحتى يغطي على مشكلته بصير بيشاغب بالصف او بيعمل فوضى. نحن كيف بدنا نستوعبه ونساعده ونحضنه وما نحاربه او نحكم عليه؟ فهيدا دور الكونسلر جدا جدا اساسي. شكرا هاي جزيلا بالنسبه باسم الدكتور. لاول تفضل. سؤال. في نعم زميل او زميله حكيوا عن تدريس المفردات، هذا موضوع انا ما جبت سيرته الحقيقه، بس تمام. قلته تدريسه بالسياق 100%، ما فينا ندرس المفردات كقوائم كلمه والى تعريف والى مثل، هيدا ما بيفيد ابدا، ما بيودي لا اكتساب الكلمه اكثر من الامتحان، يعني لفتره جدا محدوده، ولا لاستعمال الكلمات المفردات بحياتنا اليوميه او بالتعبير الكتابي. فاذا اكيد نفهم نعزز كيف الولد يقدر يفهم، يشغل انتيناته ليفهم معنى الكلمه بقلب السياق الجمله، هو اهم شيء، اهم مهاره نعلمها لاولادنا. وانا بالنسبه لي نشجع اولادنا يستعملوا الكلمات الجديده بالتعبير الكتابي، وانا حتى بعطيهم هيك نوع من المحفزات انه استعملتوا كلمات جديده رح زد لكم نقطه او نقطتين، لانه هيدا بفرجي جدارتكم وجديتكم. ثالث سؤال، في زميل سأل عن التوحد، طبعا هذا مش مجال التوحد، فما بدي ادعي معرفه شيء انا ما بشتغل فيه. يعني هلا انا بشتغل مع اللي عندهم توحد بيقول هاي فانكشنينج اوتيزم، يلي هن عندهم قدرات بتخلوني اروح على مدرسه عاديه، بس عندهم مشاكل اجتماعيه، بناء العلاقات مع الاخرين، هالاشياء هاي، او يمكن اشياء سلوكيه. هيدي اوكي، يعني هون بقدر اشتغل على الشق المدرسي المعرفي اللي هو بيتطبق على كل الباقيين، بس الشق العلاج النفسي او علاج السلوكي او هالاشياء هاي بدها اختصاصي مختلف، مش انا اختصاصي، انا شكرا بمجال جزيلا دكتور احمد، الصعوبات التعلميه. شكرا اوكي جزيلا. طالبين اكتر من حد طلب العرض بتاع حضرتك، فلو اكيد تكرم هل اكيد ممكن تحطه في الشات؟ أكيد. هلا ايه على راسي وعيني، اكيد يلا. الله ها يخليك. يلا، وين بدنا نحطه هلا؟ بروح على، في انا الشات افتكرت هو بيكون موجود للكل يعني، بس ظاهر لا، ما هيك. طيب لو كمان هم يحبوا ينزلوه دلوقتي يبقى كده حضرتك يعني مشكورا. طيب اذا بركي بحط بس باوله
اتفضل. كيف يتصلوا فيي، شو رأيك؟ أو طيب هيك براحتك براحتك، احنا إذا ممكن حب، ناخد. طبعا طبعا، اتفضل اتفضل إذا حب حدا يتصل فيي بيسعدني هذا اتفضل الشيء كمان. اتفضل. يلا ممكن رح الايميل، زيد، رح الايميل زيد والتليفون. بالضبط، رح زيد الإيميل هون والتليفون. وخد أوكي الهايبر لينك من الجوجل دوك. ريم حطيتها والله. طب كويس. أوكي، هلأ صار جاهز لشاركه مع الآخرين. فهلأ يلا ثاني، فإذا أنا بحطه بالتشات هون اتفضل وبيقدروا يحصلوا عليه، بس اتفضل. أرجع على التشات. تمام. يلا بس قولوا لي إيه. while you're doing so، انا يعني هشكر بس أنا حضرتك شكر جزيل. ما عم اتفضل. بيخليني، كيف بدي أعمل له هون عفوا كوبي عفوا كوبي اللينك. كوبي. اتفضل. اللينك. انا ما عندي، يعني عندي يحو، بس هذا اللي بعتته سيدة ريم، ما علي التفاصيل، الكونتاكت. فلحط لحطها هون اذا اتفضل لو سمحتوا، بس اذا بتاخدوها اتفضل. بتضيفوها للعرض. اوكي يلا، هيك صار، بس ضيفوها للعرض بكون عندكم اوكي كل المعلومات، واهلا وسهلا، اوكي بتحكوني وقت اوكي بتريدوا. اوكي اوكي شكرا شكرا شكرا، جزيلا دكتور احمد. شكرا للفرصة السعيدة، الله شكرا يخليك. كثير، يعطيكم العافية، الله وبتمنى يخليك. لكم بقية نهار موفق. الله يخليك. وشكرا للساده الحضور. وصل الحضور تقريبا ل 130، وكان قبل كده 160. فشكرا جزيلا لحضراتكم شكرا وحضوركم لاهتمامكم. المنتدى بتاعنا والجلسه الممتعه دي. شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا جزيلا استاذ ريم. يلا ونلقاكم في الجلسات القادمه باذن الله. السلام إن عليكم. شاء الله. الف الف سلامه. مع عليكم السلام. السلامه. مع السلامه. نهاركم سعيد. مع باي باي. السلامه.